بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون سؤال ضمن قائمة ازاي نسأل انجليزي صح. طبعا الحمد لله فيديوهات ازاي نسأل بالانجليزي عاملة مشاهدات حلوة، فعشان كده النهاردة السؤال بتاعنا هيكون سؤال جديد: ازاي اسأل عن الوقت بالانجليزي؟ ازاي اسأل صح عن الوقت بالانجليزي؟ How to ask about time in English. معلومة جديدة هنتعلمها ان time معناها وقت. time يعني وقت. how to ask، ازاي اسأل عن about يعني عن time in English، كيفية السؤال عن الوقت بالانجليزي. قبل ما نتكلم عن الوقت لازم نعرف ان الوقت بينقسم الى ليل ونهار. في الصباح او في النهار بنستخدم اختصار لكلمة لاتينية. كتبالك الكلمة اختصارها اللي هو AM، الكلمة اللي على طول بنقولها اللي هي AM. It's 9 AM، 9 الصبح. 1 PM، واحدة بعد الظهر. فدايما الاختصارات دي مهمة انك تكوني عارفاها او انك تكون عارفها. عندنا PM اللي هي بعد الظهر او في المساء او بعد الظهر، برضو اختصار لكلمة لاتينية. كتبالكوا الكلمات عشان تقدروا ترجعوا لها. برضو قبل ما نعرف سؤال عن الوقت بيكون ازاي، لازم نعرف ان في فترات بنستخدمها للدلالة عن الوقت. يعني بدل ما اقول ساعات ممكن اقول الفترة. يعني مثلا عندنا هنا sunrise، ده شروق الشمس. sunrise sunrise. sunset، ده غروب الشمس. sunset. morning يعني في الصباح او وقت الصباح. noon ده يعني وقت الظهر. noon وقت الظهر. afternoon بعد الظهر، وقت بعد الظهر. evening في العشاء. evening العشاء. night المساء. night. midnight منتصف الليل. يبقى حبة معلومات عرفناها النهارده في الفيديو بتاعنا. عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش مننا لازم تكتبوها تبقوا عارفينها عشان تساعدكم في انك تعرفوا الوقت وتسألوا عنه بطريقة صح. نيجي للسؤال بقى: What time is it? What time is it? قلنا what يعني ما أو ماذا. What يعني ما أو ماذا. Time الوقت. Is it يكون. ماذا يكون الوقت؟ اتفقنا في كل فيديوهات الأسئلة اللي فاتت إن الإجابة بتكون آخر السؤال. دايما الإجابة بتكون في آخر السؤال. يعني آخر السؤال كده باخده أحطه في أول الإجابة. عندنا اخر السؤال هنحط it، هتبقى في اول الكلمة. it is 9. نفترض ان الساعة 9 دلوقتي. it is 9 يعني 9 o'clock. o'clock ده يعني لازم نحط كلمة ساعة. 9 o'clock الساعة 9. الساعة 9 الوقت، او الوقت يكون الساعة 9 او الساعة 9. لازم احط كلمة o'clock في الاجابة عن سؤال what the time is. What time is it؟ لازم اقول في الاخر o'clock. طبعا دي الاجابة لما يكون عندنا الساعة بالظبط، يعني العقرب الكبير او الطويل على 12 والعقرب الصغير بتاع الساعات على 9. في ساعات العقرب الطويل ده ممكن يلف على 1 او على 2 او على 3. ازاي هنجاوب عن الوقت لو الساعة اتغيرت والعقرب الطويل لف جه على الارقام دي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي عشان الفيديو ما يطولش مننا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب لو انتوا اول مره تشوفوني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.